زي ما قلت لحضراتكم، مؤتمر النهارده او مؤتمر الشباب الثامن مصر كلها كانت بتستناه، مش بتستناه عشان تشوف عبد الفتاح السيسي وانجازاته الوهميه ولا الكلام المعسول اللي بيضحك بيه على بعض الناس اللي بتصدقه، لكن استنيته عشان تلاقي ادله وتلاقي اجوبه على الاسئله اللي بيسالها الشعب المصري كله، مش بس محمد علي ولا غير محمد علي، الشعب المصري كله بيسال فلوسنا بتروح فين يا عبد الفتاح يا سيسي؟ بتعمل فينا كده ليه يا عبد الفتاح يا سيسي؟ في اي وقت ازاي تبقى مصر مش لاقية تاكل، او شباب والشعب المصري مش لاقي ياكل وانت بتبني فلل بالملايين؟ لكن عبد الفتاح السيسي كالعادة طلع ولمم حواليه شوية شباب وبنات مش شبهنا، ولا بيلبسوا لبس زينا، ولا بيتكلموا كلام زينا، وكالعادة بيتكلمنا عن الإرهاب. قال عبد الفتاح السيسي: الإرهاب وحش أفلت من سيطرة الدول التي دعمته. قال كمان برضو على الإرهاب وفي معرض كلامه على الإرهاب: لا يمكن لحرب تقليدية أن تدمر دولة، لكن الإرهاب فعل ذلك. الإرهاب اللي ما سمعناش عنه ولا شفناه في الشارع وفي سيناء وفي كل حتة غير لما جه عبد الفتاح السيسي. قال كمان: إما أن تترك الحكم للجماعات الإرهابية أو نواجههم. لما اتكلم بطبيعة الحال عن جماعة الإخوان المسلمين وانقلابه على الرئيس الشرعي محمد مرسي. أخيرا عند حديثه عن ثورة 25 يناير، عبد الفتاح السيسي وصف الثورة بأنها حراك، وقال الحراك الشعبي في 2011 أضعف قدرة الدولة. وصف كمان ثورة 25 يناير بأنها سبب الإرهاب وسبب الضعف اللي أصاب الدولة خلال السنوات اللي فاتت. أما فيما يبدو أن في هذه النقطة عبد الفتاح السيسي كان بيرد على محمد علي، قال: يجي حد عاوز يشككوا ويخوفكوا ويقلقكوا ويضيع القيمة العظيمة التي اللي بيعملها الجيش في مصر، ده جيش مصر. دي الجملة الوحيدة اللي اتكلم فيها عبد الفتاح السيسي عن كمية الدلائل أو كمية الاتهامات اللي بيكيلها الفنان محمد علي والشعب المصري لعبد الفتاح السيسي والمجلس العسكري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولواءات الجيش المصري. الشباب بعد ما سمعوا كلام عبد الفتاح السيسي اللي بطبيعة الحال ما جاوبش على حاجة، دشينوا هاشتاج جديد اسمه رد على محمد علي يا سيسي. خلال أقل من 24 دقيقة الهاشتاج تصدر الترند في مصر بعدد تغريدات حتى الآن تجاوز 10,000 تغريدة، منهم صاحب التغريدة أو أجاستن بيقول: بقولك إيه يا بلحة، أنت يا ترد على محمد علي ده مستحيل، يا تفتح الميادين إحنا نرد عليك وصدقني هتنبهر أنت وعصابتك. هاشتاج رد على محمد علي يا سيسي. ابن الناظر بيقوله: هترد على محمد علي النهاردة ولا هترجع تقول الإرهاب وأمة العوز تاني. أوين: يا عم ما ترد على محمد علي، انت بتعمل فينا كده ليه؟ رد على محمد علي يا سيسي. مايكل حنا بيقوله: هو انت هتفضل عامل من بنها كده كتير؟ ما تكذب علينا عادي، يعني هي عادتك ولا هتشتريها؟ انا معرفش بيجيلك قلب وبيجيلك نوم ازاي وانت نايم وعايش متمرمغ في خير المصريين، وفي ناس منهم بتاكل من الزبالة. ايضا على نفس الهاشتاج رد على محمد علي يا سيسي ابو عمران كمان بيقول له: يا أزعى مين شوه صورة الجيش المصري من عسكري الى بائع سمك وخضار ولبن ومقاول؟ ورد على محمد علي يا سيسي. أما نودي هشام بتقول له: رد عليه وفهمه إنك أكتر من كده بمراحل، عرفه تاريخك الأسود. هاشتاج اسأل السيسي ورد على محمد علي يا سيسي. أما همان جايب صورة لعبد الفتاح السيسي وشايل راسه وحاطط معلقة بيقول له: ما ترد يا راجل، رد على محمد علي يا سيسي. أما آخر تدوينة في الموضوع من أحمد أسباني بيقول له: السيسي قال ما تسمحوش لحد يشوه صورة جيش مصر، انت كده رديت على محمد علي؟ اه خلاص، امال انت فاكر ايه؟ وما زال الهاشتاج حتى الان متصدر الترند في مصر، وما زال الشباب بيعلق وبيكتب وبيطالب عبد الفتاح السيسي يمتلك الجراءة، يمتلك القوة، يمتلك الأدلة، ويطلع يرد على الكلام اللي قاله الفنان محمد علي والأدلة اللي بدأ المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي يتداولوها خلال الساعات اللي فاتت.